واحد الله يقلب الثاني. ها مصحصح. ما ودك تروح معهم؟ ها؟ ما ودك تروح معهم؟ انا طفشت انا. ايش قصدكم؟ يا كلكم ما تبغوني انتم؟ طفشت انا. كلكم ما تبغوني. ها؟ بالله ايش قلت لكم؟ انا صدق والله العظيم انا اشوف نفسي انا مره فنانه. نفسي 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 فنانه. دقيقة خلي خاتمش خاتمش لا دقيقة دقيقة حاول نفسي نفسي اي والله انا وخروني هنا انا وخر عبد الله بستغفر الله يعني نسيتي الله يعافي العباد اوه اندر 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 عشان ما تطيبونكم رحت تطيبونكم نفسيتي انا قلت نفسي يعني يا رجال انا قلت نفسيتي قلت انا فنانة يا رب الصفر دعني الله لا يبلانا 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 الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد على ما اللهم لك الحمد حاول شوف حاول اذا انك بتطلع هرجة انك وش تقول انك تراجع اسم الذاكرة البطارية بغيت تقول والله شوف تبغون الصدق تبغون الصدق تبغون الصدق انا والله كان كويس لكن اشرها والله مو بعلي اشرها عليكم انتم من الروحين لا السلام عليكم اشرها علي يعني من الروحين من يتكلم عند الناس ما يفهم ما راجع الذاكره توك تقول راجع الذاكره راجع راجع ما راجع ما راجع حلي قال اشرها عليك راجع ندري ان اشرها علينا دقيقه ترى انا بقول لكم كلام طيب النفس غير عن انت الحين معك نفس حلو نفسك فنانه ها واخ ايوه انت فاهمه من ناحيه أيوة. من جانب يعني نفسي فنانه ايوه 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 ونفسك فنانه فنانه طيب طيب اللي بعده خلاص بس عشان ما تفهموا خطا يعني اوه تقشرت يدي راجع العقل الباطني اقرا العقل الباطني ايش العقل الباطني؟ ما تعرف العقل الباطني؟ لا علم هي لا خل انت علم هذا يبيلك تبدا معي من الصفر بسم الله الرحمن الرحيم تقو تقو زين ايه خلاص بغير شخصيتك انت تقول انا احب القهوه صح؟ صب لي ايوه صب لي موجوده ما ادري انا بردت عشان الحين تسخن اعطني شاي لا تهبل قهوه انا اعطني شاي شاي خليني اصب لك قهوه تجيب لي خليني اصب لك لا لا هذا هذا اللي يصرفه بسم الله والله ما اشتقت كل راحه من هذا ليش ما راجع الذاكره خليه راجع 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 الذاكره راجع الذاكره راجع بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا انا حتى خطائي انا اشوف خطايا صواب والله نعم من نفسك صح نعم راجع ذاكرتك تنين عبد الله راجع راجع يعني خطايا في عيوني صواب ما شاء الله تبارك الرحمن يعني نفسي امشي نفسي اني الحين اي خطا نفسي الحين ما شاء الله تبارك يعني ما تخطي ولا شيء لا بالعكس انا اي خطا من نفسي اتقبلها انا ليش تنين عبد الله يا ولد لأنهم يقولون الجاهل عدو نفسه دقيقة هبش أحمد والعاقل أنا قلت لك بدون بسم الله الرحمن بدون ترى كتفي والله ما أخذ ما أخذ أسبوعين والله ما طلعنا اتفق معك من هناك بدون أمثال وبدون كلام مروح وبدون أي شيء حلو صح بس أنت جبت كلام مروح لازم أنا أجيب أمثال أول ما جاني قال بدون أمثال فكري من الأمثال في البث انا قاعد الحين اسبوعين وانا يدي ابحث يعني انت علمك علي ها والله موضوعنا اول واحد والله انها انت ما شاء الله عليه ثم زاد على حسن يدي ابحث الحين تقول تقول الله يا اخي تقول صقله حمار ما احنا اللحم والله حتى حصان يا اكرم امثال امثال لا خلاص 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 حصان انت حصان حصان انت الله يقطعك والله ما فكرت فيها لو انا خبطتك كيف هذا؟ ايش الكلام يا اخي سلم عليك انت يو هدمت ذوبك راح فيها الله يرحم الحال بسم الله علاقتك شمعت عشان شوف سلم اخوي ترى انت عصب وعظم يا اخوي ذبحتني يا اخي والله احنا بنفسنا يا اخي والله احنا بنفسنا يا اخي روح العظيم صب ما تعطنا هنا كذي الله يرتم انا والله ما اعرف امزح احد خلاص امي تقول هذا تقول لا تمزح اليدين صادقه والله انها صادقه ايه بس الحين اللي يفكها منك وش هو؟
لا عقلك يرجع لك، انت الحين عقل ما فيه. يعني انت لا فكيت له من شرك ولا بريت في امك الله يطول عمرها. لا خلاص الحين ما عاد فيه، ما عاد نمزح انا. ها؟ ما عاد نمزح. مداوش؟ دقائق، اعطها خمس دقائق بس. ترى هي تقصد كذا حتى ذي الاشياء ذي. والله العظيم يا اخي. حتى الاشياء ذي. هي ما تبغى الحين خايف تنعل الحين نضرنا انت. من اصابعك ذي يوه كبرها تقول تقول. والله انا خايف علي. السلام عليكم. يا ابن بلال تعال. انا حاب. الله حي. من عند ال ايوه ايه خلونا بزين البدل اه طيب ابن بلال زين لها زين لها شفت ولا لا؟ ها؟ ايوه والله العظيم حاول انك تجنبني يا اخي ما عاد متحاوش بكسب خلاص خلاص بس رقعها امي اللي جاي انا مهرجه بس خفت تطيح على التم وري وري بالله صالحك لا اله الا الله اوه لا بس والله بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله يا رب تهوي انت انسان ولا اه ارحب يا اخي انت وين عايش يا حسين انا ب 1900 قاعد ما جيت من 2024 قاعد اشتري لك من قبل امس طرحني هو ما انتبهت انت والله يمكن ما جيت سرقت منك اكثر طيب طالع هناك كل مره رجع تقهو صب لي صب لي يا نور عيني من الدالة كأنك أنت اللي من أجلي مسويها ذو عطنا مركب وراك السلام الله عليكم السلام الله عليكم سلام في شيء ها ولا جد الله عليكم خلونا نروح سلام الله عليكم في شيء سلام الله عليكم في شيء ولا جد الله عليكم خلونا نروح لا مو سلام الله عليكم في شيء في شيء يا سلام الله عليكم سلام في شيء ايوه سلام الله عليكم في شيء والله ما في لقاء الشيء في شيء تلقى الشيء تعال يا بشيء بشيء تعال سلام الله عليكم في شيء في شيء في شيء دخلي في شيء يلا انت تقوم يا هطل قاعد تصرف اليوم هي تقوم من قلال ما انا ما بعلمك بخمس دقائق بس باقي باقي خمس دقائق ما انتهت يا اخي الله يرحمه ما دخل انا خلاص بعدين سكر عينك دي اللي اكبر من يوم ما تصبح لين تنسى خلاص خلاص استسلمت لعبد الله نتسامح نتسامح لا تكفى تقول ما اكل بشاي تسامح والله بيجينا برد يا جاني لا شفت السمزرق ادري بيجي برد لا شفته طلع مثل بلجع غلط وشو؟ هو؟ لا شفت اسمه يبلجع كلامك من الوحي انت بلجع يعني صافي يعني لانك شف ايه؟ انت قاعد تثبت انك خبل انت الخبل ها؟ ترى عظم ترى عظم يا اخوي خالص تعبان يا اخي متصالح وطاح حطه وخلاص دحاه انت ادري اهم شيء يقول انا ما عاد امزح فيه خلاص هو يقول كذب انت الكذاب يا اخي الله يقلعك ما يفكر الا عقب ما يضرب بلا خلا بلا خلا والله 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 تعال والله تعال والله ما عاد اسوي بشيء والله ما عاد اسوي بشيء والله قول والله قول انا والله درجات كسر عليها والله خلاص والله ما عاد اسوي بشيء والله ما عاد اسوي بشيء لا بطل عاد يلا حسين من الرحمن الرحيم خلاص ترخمتك ولا ترى صابعك اطول منك لحالك يا اخوي تكرعين انما المرء باصغري انا انا حطح والله يطلع قوم 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 خلاص خلاص عادي 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 انت حلفت خلاص انتهيت قوم والله ما عاد يقول والله انا بخلع والله انا بخمس مو ممتاز والله انا هلا ذا تكسر هو شو ممتاز اسمع دقيقه قاعد تفتح عندهم ثلاث انت سمعت كذا اي 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 يلا عنده حام عز اوه ليه اي اي تحس اني العب ولا انا اعطيه وجه انا اعرفك كذا ما ادور عليه والله كفو ادور كسرت الرجال يا ولد ترى عقوبه يا ولد والله عقوبه ترى دحام ياخذ اذا يبي له شيء بالله شعورك انت يا اخوي شوف عيونك قلبه ما شاء الله تبارك ما خلق ما يحب يمزح وايد صراحه شفت انا اعرفه ريدي ما يعرف يمزح يدق بمثال طيب ما يروح هم يمزح لا خلاص والله ما عاد اطق والله والله ما عاد والله ما عاد سلامات يا ولد ما عاد بعيده خلاص يلا انا اتوقع يا حسين ان هلا
ما رسلوا البرنامج مو يطلع يبون مكتمل يبون مكتمل والله يبون مكتمل وانا مكسر هناك وانا مكسر الجدران كسر لا الشاشات لا الشاشات عندك عندك ذي قال لي خليه يروح جد رصيدك كم شهر؟ قال ثلاث شهور، ثلاث شهور بنرتاح. بنرتاح، احنا بنعين خير، نبي نسوي اللي علينا ويا رب لك الحمد. تتوقع ان اهلك يكسروك هنا انت عشان تهشوا من مثالك الملوحة. كل ما حتسوى لك واحد يمزح. دق مثل طاع طاع طاع. اوادم يحسون. هذه اتفق معه. بالله. ايوه. والله بالغلط. دقيت المثل الحين. كنت تبغى تدير. خلاص. اه والله ما احنا والله ما احنا اهلك الحين مسقعين في كل مكان بالله واحده خلاص ايه واحده واحده عبد الله عبد الله خلاص واحده خلاص عبد الله اسمعني انت اهلك الحين ظني فقع شيء كل ابوك والله العظيم والله كيف فقعت الروس مكسرين صح ما فقع على راسك انت تعبان عقبت انا يا ولد امزح حتى في المزح المزح لا تمزح لا تمزح يا اخوي امزح زين يا اخي ما بقو يقطعكم يقطع اللي يقعد عندكم اي 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 اذا قال الواحد يقوم لا بس ما هو قاعد لا ما تقولها وتقعد انا عارفه قلها وقم انا قبيعين شين قبيعين انت شين ارحب سلام بدعوتي بسراعي والله لا يبارك في عدوك خلاص خلاص اقولك والله انا ما اخذ اسبوع ان هني خضراء بعد سلام غصب صالحنا ما ابي اتصالح عبد الله يهون عند حسن ابي سامحنا اشوف والله عبد الله يهون عند حسن عبد الله ما يسوي شيء سوي زي كذا لا يا عبد الله والله يضربك ويدربك شوف لو كان عيالنا مزح مزين اه ما فيها شيء طيب متى تبيها عيالك تكسرها الله يخليهم ان شاء الله حليله طالما عاد هم ملح البرنامج يا حسين اي والله ملح البرنامج مالهم شو اسمه؟ عيالنا لا شو اسمه؟ عيالنا البرنامج شو اسمه؟ ملح ملح البرنامج لا تقول حليل قال الله حلاك حليل مسلمنا يعني خبر برنامج اقدع يا ابو الصلاح انت بديت بها يا ابو افكها وتاخذها تحطها بمخباك وكل ما طلعتها لا والله بحط البرنامج تجربتي توجعني والله سيدك يا ابو تبدي ترى بينفق عليك الحين بو كل شيء هو هابدني كل شيء طخ والله بفك هوا تبي ذي معها ذي تجي مجانا قلت لك اسمع قول والله العظيم ثنتين من قبل ما ادخل ده قلت له اسمع قلت له ايه بدون امثال لا تجيمه بس ايش قلت؟ قلت بروح للعيال واقول ابي دحام معي ثنائيات رحت عند العيال دورت فيني صح؟ الحين اللي بيمزح امزح معك اثبتت انك خبر امزح سبقتك على طول زيت كذا مين خبر؟ مين خبر؟ انا خبر اني امشي معك في خبل انا خبل بدون انا خبل بدون انا بيطيعك خلاص لا اله الا الله ترى بعض الاشكال خلاص انا ماني احس عندك المايك دحا احس يده تحك لازم يضرب ادري اه انا احس اني احبكم احب امزح معكم انت كسرتني يا ولد انا الحين ما ادري ايش جنبي انا اضطر من اشتكي من اشتكي اعطاني سالفه في التاريخ قبل شوي انا اشتكيت التاريخ الاسلامي ايوه اثره قارئ عنده ما شاء الله ما شاء الله والله ما يخلص هلا بعد بكره والله ما يخلص هلا بعد بكره لا تبغى صدق اقسم بالله ان ما هذه صدق والله العظيم ما يقص واجد واجد في عقلي لكن في عقلك من كثرها اقسم بالله لخبطتها بعض بعض نسيتها لا انت تعبان عقلي انا لو تعطيني لو تعطيني بدايه السالفه ولا تمشي معها شوي عود عليك طخ يلا اسلم ما في شيء الحين والله ما في شيء ما في شيء يحضرني يعني ما في شيء طال هيا اسلم السلام عليكم سلام يلا حي جاب عليكم السلام يا مرحبا يا بندر الله هيا شوفوا ايش ما بقى لا والله ما بقشت خفيف خفيف انت شفته؟ لا بس ما شفته اشهد معي فيسك لا زور اعوذ بالله يبيني اشهد زور الله وجهك دحا مفكك الله زور ما هو بلنا يا اسلم عطنا 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 قصه عطنا ما اعطاك الله تدري اقدع عطنا قصه ايه ابدع ابوك خل نسولف دقيقه صدق صدق خل نسولف عن عنتر بن شداد وفي الحن اسلم انت المروحه في الحن اسلم تكلمني لا لا اسلم ثنائي هنا خلاص اسلم انت الله اني قايل لان انت مخاوي الماشي اوه اخو العيال هنا ولا اخو العيال محلي عطك والله عب عب بالله والله لا ارشق بوجهك والله
فككتني والله. لا خليك تتلمح عند المرايا تهددك والله. لا والله والمايك ادفع قبل ما ارشق اقول يا حبيبي تعال جيب شبكه لقاو اعطيك وين قدح تصفق انت هايط ها مايك مقطع ودك لا لا انا بحاول بالمصاري والله ما حط ريالي الله يغنيكم يكثر خيركم اسمح لي ابو صالح ارحب اقول اسمح لي ابو فوش اني قمت ونجيت الامر بسيط دعوه بساط احمد يا صلوطي صب لي شوي طيب ها سولف والله صدق انت ترى جلسه العصريه يا حسين عشان تعمل مو طرات جلسه العصريه سوالف والله هذه طرات قهوه شاي عبتري طرات العمر طرات العمر والله الله فكت من السوالف والله عمر بالخطاب قالها طيب انا قلت شيء قال الله لولا رجال انا قلت شيء ينتقون طيب الكلام كما تنتقون طيب الثمر ما تمنيت البقاء على هذه الدنيا ولا شيء خلاص انا رجال كامثال ابو عبيده عامر بالجراح حنا ما نقول خلك ابو عبيده عامر بالجراح هذا امين الامه انت تسمع يا عبد الله خلك عبودي عبد الله عبودي في عينك كل شيء في عينك انت ايش تبي عبد الله الشيخ عبد الله طيب يا عبود ما احد راح يتوجن الشيخ عبود عبود اسمع عبد الله على علي محمد على واحد ثاني على علي محمد والله ثاني لا تقولون نعم لا تقولون نعم عبود نعم يا دحا عبد الله دحا عبد الله دحا قول لي اسال قول لي ليش ليش خليني اشرح لكم كيف كيف الحين الحين جيت بمدحك اقول دحام رجال حلو انا ما راح اقول دحام رجال انا بقول عبد الله دحام رجال عبد الله دحان يعني عبد الله رجال يعني جميع عبد الله رجال جميع الصفات لا قل دحان زين يا عبد الله دحان عبد الله عبد الله دحان عبد الله عبد الله دحان كل واحد انا عمي عبد الله دحان هذه 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 دقه القهوه سمح والله دقه عبد الله اخو عبد الرحمن كلهم عيال دحان غانم هي كانت حلوه صح؟ هي كانت حلوه ببالي انا داري عشان كذا حطيتها على عنيزه عبد الله دحان انا برتبها لا 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 برتبها هو قصده الحين بدل ما تقولوا نعم نعم يا دحام بدل ما يقولوا نعم يا دحام يا حلوه بلا شيء جلسه ما هي بزهران قول عبد الله زهران يا دحا جلسه ما هي نفس خفيفه وجلسه ما هي والله والله ما تروح والله ما تروح والله ما تروح حلف 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 اتحداك تروح اذا فيك رجال رح اتحداك تروح طيب ابى اعترف لك ابى اعترف لك اعتراف رح اسمع انا 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 طابخ عودت على بعترف لك اسمع انا طابخ انا مطبخ اليوم حلو وفيني نعسه شوي بروح بنكدح الى بعد المغرب قومني صح صح دقيقه صح يعني الحركه الحركه طيب بشويش بشويش لا 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 بالغلط لا 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 كل دي بالغلط والله بالغلط يقول كل دي بالغلط والله اني راح انبلخناك وجاني جا عندي يا مسلط الله عليك والله انا مسلط الله عليك دقيقة دقيقة اصبر اصبر تجيب يا ادب طعن الحين بس الله يكفينا شر الله يكفينا شر هذه بلغة والله العظيم رحت فيها دقيقة 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 الله يمكن انا اعصب والله سقمته اوف لا 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 والله ما يمزح خله 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 والله ما يمزح خله يدعورته اضربها قال كذا خلاص صار بعد ما ليش انا ما تبغى انا والله تعبان اغلب والله ترى اذا ما جد اسمه ذا اللي عبد الله اي والله يا خصم قول له قول لا اله الا الله صلي المغرب بعدين نرقد اي واحد يجي يقول له من طرف عبد الله زهراني وانتهينا خلاص يا إدارة إذا جاء لياب شرقة دا تخصم عند عبد الله الزهران عند هو يقوله صح والله قال ما عنده سالفة هذا بس يضبطك لا 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 غلط آسف يلا يلا في أنا والله شوف شوف الحين خضره والله تقهره زيت ثوب زيت ثوب شو حالك محمد
والله بخير. طيب طيب محمد صح. الحين انا بسالكم اسلم. الحين اقوى عبد الله ولا حسين؟ اقوى اي عبد الله. يا تطارح وانا بشوف تطارح. لا يا سؤال صدق من الحين ذولا والله يبغون يناشفون بيننا من الحين. ليه من الحين؟ ليه ما تعطيهم؟ اي عطني لك ساعة صف الحين. لا محمد عبد الله عبد الله هذا هذا والله العظيم يا شباب يشبه واحد من اخوي. اقسم بالله اني حفظت حتى اسمه ومكانه وديرته. خلاص والله انا علمته كل ما اشوفه اشوف خويي. خلاص انا علي محمد يا اخوان اسمي وش؟ علي محمد. انا ما اشبه سواق عندك دوري منه ولا منه اي شيء راض بس يعني عشان تمشي. طيب بندر عامل بقاله والله بندر بعد انا تركي اوه الصراحه ماشي ما في الا هذا. طيب لكمهم عادي لكمهم. لا 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 هيك علي انا شو لكمنا. لا 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 انا خليت حقي واحد. هذا ما شاء الله رجال متعافي عرفني عصر. شو حسين خلف الشيخ يجي تكفى الشيخ رفع ترى هل بدا حط واحده خليته لو تعال 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 بينك اكو الشيخ شخصيه. نعم تعال عند حسن. والله نعم تعال خذ معناها قبل لا تجي. الله يعطيك تعال خذ بني بنت تعال. ليه وش العلم؟ تعال يا رجال شيخ الشيخ يلا حي شيخ. اليوم شلون عندكم اطر اوامر على عبد الله. هو شيء ضايع عندكم شيء؟ الله الرجال ذا لعب فينا وارتع فينا نبي منك امرا عليه. رجل عن ذبحت الله يبشكم انت كلامك هذا ترى بيجيك الحين. انا الحين شوف تصرف عندي. هلا امزح معه. هاي يمزح معه. نعم نعم طقطق على لهجته يا شيخ. طقطق على لهجته. لا اوه انت الشيخ شخصيا. اوه تسب الرجل يمزح يا اخوي. الواحد ما عاد يمزح. انا القهر ان عبد الله ساكت الحين. ليه عطف؟ ليه يا اخوي؟ لو واحد حرام دحاب بسلامات دحاب لو واحد حكي دقيقه والله دق ابوك كلامك اضرب في كتفه. ما ما اضرب كتفه اضرب هنا. اوه المعاون يضحك والله نسينا ضرب يجي عبد الله. يلا لا تقوم بحمه حيله والله حسين بتكسر الموع. بعد كلام عبد الله هنا هنا عبد الله بعد كلام اليوم الوعد هنا اضرب هنا. خلاص تعال تعال هنا خليه يجي ما تفلح والله. خير يجي للشيخ والله العظيم يرحمه. امنعونا من الحلو انا طاعت ترى يدينا طالبكم طلب العدل ولا حد الشيخ عود. تدري ليش التونه شلون اصبحت اليوم؟ تدري ليش التونه على الشيخ زي كذا؟ ما الشيخ متواضع. لا الشيخ ضحكنا لك شوي والناس هناك مثل الشيبه اللي جاوا مني اضحكوا معي شوي. اجلس ادعينه قبضوا من شرحه. ادعينه الشيخ شخصيا يامرك انك تروح تضرب. لو اني الشيخ شقله ولي مقدر ضربته رحت لك كم شوف كله اعطيته وحده من حقك من حقك يا عدو. وانت انت بلا خليت يجيب الصيد الثاني. انتبر لو انا في محل حسين. اوف اوف اسمع حسين تطاول عليك. انتبر والله تطاول عليك اثنين خلاص عادي عادي تطاول عليك يا عبد الله الحق لك. والله طحت انت قوي يا ولد. قام يتكلم عليك لو اني منك يا عبد الله قول قول نلعب بس ذي عبد الله حقك لا يروح. لو اني منك ما سكت وانت بكيفك حقك لا يروح. حق حق الشيطان جنبي حشراسي حشيش شورك وشور الشيطان بسم بالله عبد الله سيفك. لو اني يا ولد الحين ساكت الحين دحام دحام تو ايش اقول لك وحسين تو ايش اقول لك والله لو اني انا عبد الله لو اني انا عبد الله جيت وعطيت ذا بوكس وعطيت ذا بس نسيتها عيد هذه وش اللي قالوها حس نسيتها عيدوها بالله عيدوها 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 لا تيجي لا ابليس يبي له ابليس. عبد الله بكلم عبد الله ها بكلم استع رح 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 لهم تصرفني انت رح لهم لو بكلم ايه ايه مسرف بكلم والله والله بكلم والله يعرف جوك حلا والله حلا رح رح يا ولد اسمع بطاقه لا 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 اي اوه بيختصر يلا يجي بدل ما يروح لا لازم تروح تسد الباب تعال بكلم ساعه ولا ساعتين ساعتين؟ ايوه كلمتك يعني الساعه ولا جاي تضرب 10000 يعني ابراهيم السبيل الجاي بعيد طاقه ما ما عارف هذا ما يعطيهم ريال جويد دمها بطاقه هاي بعد اللي وزانه ابغى يستفيد من هذا يبغى يستفيد من هذا ما يجيب فلوس هذا ابي يستفيد اي محمد اليابسي اللي وزانه بغى يروح مع السريع امس لا اللي وزانه جويد راح نلتقيه معود والله راح معود سعدي بمر عليك ابد خذ راحتك خذ راحتك برد صح اي والله والسالي بمر عليك يقول انت اسمي بلجع ازرق والله ازرق بيجي برد اليوم من وين عبد الله كتف ولا ركبه كتف كتف يلا الشاس الشاس يا عبد الله شوف مطرف الشاس والله والله تعال تعال تعال
تعال والله ما تروح والله ما تروح والله خليه يجلس خليه يجلس يا اخي وش عندك انا حاجه ولا ايه ما في وقت سلم لي حياتك للرجال ها حط رجلك ما اقدر ما اقدر عبد الله ما اقدر اقول له شيء يشبه واحد من خوياي اسمه ايه اسمه ايه محمود تعال محمود محمد علي اي اسمه محمد علي دقيقه خلونا نكلمهم نشوف والله ما اسمع لي محمد هاي شيخ علوم كل يوم علوم زين طالع قرقت طالع كيف انه تحلمت الاوامر متى تحلمت طالع مركب بالقريه ويا اوضاع القريه لا لا تحلم لا تعلم مكان انا فيها انا شايل هم يا اخوان اوضاع القريه وشايل همكم الله اكبر الله قد ما ادري السالفه لكن الله يعين والمعاولين بغيرهم والله يا جلال انا والله اللي رقد حسين ما شاء الله والله تحلمت محمد انا ايش هجز انه تحلمت محمد اليوم بصير يجي يا تدري كلبونا حاسدينك والله ندي عليك سلامات يا ولد احنا شهرين ما رقت نوم الليل او ساعه خلونا يرقد من الساعه كم نوم 12 اوه ما شاء الله عليك الساعه 1 انا اقول ابراهيم انا اقول ابراهيم اقول طلع ابو لبن مني سلام عاد والله حلو يطلع مننا والله العظيم راسي منطش الساعة واحدة الليل صحيت الساعة 10:30 حلو رحت عند الشياب بغيت اروح لهم ليه؟ ما عزموك لا والله قمت اخلاق صفر انا لكثرة النوم رجعت نزلتهم زي ولد ايوه يعني قال من اقل نوم كل برد هذا ويش ما رجعت هو برد ها؟ تسنى برد وفي برد حسين لاقل نومك نفست من كثر نومك نفست لاقل نومك زان يومك ما علي زان يومك اقوم اصيح يعني انت معكوس اي والله العظيم ولا من يدب كثرت في النوم وجع اقوم كسران انا اليوم اليوم انا كسران هذا اللي دايم عند البل دايم ارقص 7 ساعات لو ارقص ساعتين قمت اضحك والله العظيم ولا من كثرت تبي نروح بالخامه اليوم هب على بعد هبت علينا الليل والله والله ان اليوم الظاهر والله يا رجل مشير تنشمل نبي خامة دحو خلينا يجيبون موجودة موجودة على الدربة لا لا باقي باقي لا عايد عايد كلها أول شيء عايد بطاقة ذهبية نعي بطاقة برونزينية بطاقة برونزينية برونزينية لا لا معنا لا لا سمكر وبعد حسين بكلمنا فضية فضية عبد الله بعد حسين بكلمنا يعني 5 دقائق سمكر بمية يا رجال لك 5 ساعات فيها لا والله 5 ساعات هذيك الذهبيه يا عيال الذهبيه الذهبيه يوم امه هذه والفضيه 5 ساعات طبعا انت مستحيل تاخذها تاكل فيها بلاش تاكل تشرب فيها قال الله خذها قال الله تعال روح انت سينيا تبي تاخذها اكلم يا سلام على ذي الحلاوه دي والله شفتها وانا طبعا معي بلاتينيه مش حسين هذه لك انت 100 نقطه حسين هذه لك الحمد لله رب العالمين شوف شوف الشراب وصل قول لا اله الا الله والله العظيم جبت لي واخذت راحت والله انك لبيس والله لو شفت البلوفر حقي يا رجل انت الشيخ والله شوف قول لا اله الا الله ما شاء الله تحسب انه حاطين ما عندي الحين يعني اسمين يا رجال كنادر بيضاء والشراب ازرق والثوب اخضر والغطره حمراء بعدين شو الثوب ذا نقص 3 كاميرات الثوب الازرق يا ولد كل الالوان معنا كنا حسين هذه اول احباطات شوف ابيض ازرق اخضر احمر والله كذا شوف كله يلا انا اثق بنفسي ما عندي صح عليك قد علم البس اخضر واحمر عادي لا انت لابس اخضر واحمر انت لابس اخضر واحمر لا اخضر وشماغك احمر لا ودلا فيه عيال يبونكم تعالوا صدق 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 يجونا برا من برا يوقعون عليكم تعالوا كلكم لا لا والله يصوتون لنا يصوتون لنا تعالوا تعالوا جماعه نتكلم جد عندنا حاتم حاتم يا ولد تعالوا 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 عودون فرقوني يا اهل كل حمد